بقول لك حضرتك دلوقتي ايه رايك في الاسعار؟ الاسعار السنه دي ولا السنه اللي فاتت كانت احسن؟ السنه اللي فاتت كانت اقل من كده، السنه دي اعلى اعلى شويه. اعلى؟ اعلى. طب بالنسبه يعني حاجات البودي فور والكلام ده كله، لو تجيبه من البيت يعني انت تعمله في البيت احسن ولا تشتريه؟ افضل في البيت، بس دلوقتي يعني الجهود بتاعتنا كله بيحب جاهز حتى في البيت. البيت بطلوا يعملوا زي زمان. شكرا. شرب بحضرتك عالي يا خلاك. عايز اسال حضرتك بس عن الاسعار مختلفه عن السنه اللي فاتت، مختلفه عن السنه اللي فاتت ولا هي نفس الاسعار ولا فرق بسيط؟ طب حضرتك ترجح يتعمل في البيت احسن ولا نشتريه؟ انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي بحب اعمله في البيت، بس عشان العيال بحب اعمله. يلا حاجه بتبقى مضمونه مع الله، ها مليون مره. انت عارف بتعمل ايه، سمنه بلدي، سمنه ده، ده الحاجات دي كلها هي حلوه وكل حاجه، بس الماتش معموله بايه؟ طب وبالنسبه للاسعار، الاسعار السنه دي ولا الاسعار السنه دي مولعه خالص؟ الاسعار غاليه بطريقه رهيبه، بطريقه جامده جدا. يعني عن السنه اللي فاتت بكام في الميه كده؟ 30 40%. شكرا.